أحد أعضاء سفراء البن في الخارج. نعمل طبعا على تعزيز تسويق البن خارجيا من خلال اللقاء مع شركاء البن يعني ومسوقينه في أكثر من دول على تعزيزه خارجيا بشكل أوسع. ولنا برنامج في كل الدول العالم وفي أمريكا بوجه الخصوص. احنا شغالين الآن هذه ثالث فعالية نقيمها في أمريكا خلال عام. يعني بتقيموا هالفعاليات كل عام صح؟ الفعالية هي تزامنا مع اليوم الوطني للبن في الداخل، نقيم فعاليات خارج البلد، إضافة إلى أنه سفراء البن مهمتهم تعزيز دور التسويق الخارجي للبن اليمني.